يعتبر السلام من أهم الركائز الأساسية لاستقرار المجتمعات، وبدون السلام لا يمكن لأي بلد من بلدان العالم أن يتطور ويزدهر. لذا يجب على الجميع ترسيخ دعائم السلام، حيث أن المكان الذي يحل به السلام يكون فيه الأمان والطمأنينة بين أفراد المجتمعات في البلدان. ولا بد أن يكون هناك تشكيل بيئة دولية سليمة ومستمرة لتحقيق التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستثمارات في مجالي التعليم والصحة، كما أن للمصلحين الاجتماعيين دورا لا يستهان به في السلام. المجتمع يحتاج إلى سلام، وجيلي أنا من الجيل الذي عاش الحروب الشادية، يبقى يعرف مرارة الحرب وطعم الحلو للسلام. أما الأجيال التي لم تعش الحرب هي لا تفهم ما هو السلام. إن للسلام دورا كبيرا في تطوير المجتمعات ونهضتها، فالدول التي لا تنعم بالسلام من الصعب أن تجد حظها من التطور والازدهار. دورنا نحن كباحثين في علم الاجتماع كيف نخدم المواطن الشادي، نخدم الإنسان اللي يعيش الآن في أرض اسمها شاد، كيف ممكن أن نحن ندخله ونقول له والله يمكن أن تخفف قليلا من روابطك القرابية، ممكن تخفف قليلا من روابطك المكانية، وتخفف قليلا من روابطك الإقليمية، وتخفف قليلا من روابطك التحالفية، وتدخل لنا فيما نسميه الآن بالروابط الوطنية. نحن صراحة السلام نعتبره يعني النسيج الاجتماعي في تشاد يقوم على السلام. الناس في فرلامي رغم أن الاستعمار الفرنسي موجود بعد سنة 1900 يعني، وركوب السلطان عجلة، بمجرد ركب في 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 فرلمي كسلطان قبل 120 سنة قال نعمل أكور، نعمل اتفاق، كلنا الناس اللي عايشين في فرلمي هنا نعيش وفق سلام معين، أن واحد ما يشيل ثأر، أن واحد ما يعتدي على آخر، واحد ما يتجاوز نمط معين من أنماط الحياة الاجتماعية، وإلى الآن مستمر. إن بلدنا تشاد ينعم بالأمن والسلام، لذا يجب على جميع طبقات المجتمع الحفاظ على هذه النعمة.